شأن التجارة، أين قام وزير التجارة وترقية الصادرات كمال الرزيق قام بتدشين مخبر لمراقبة الجودة وقمع الغش بولاية ميلا، حيث تأتي هذه الخطوة تنفيذا للاستراتيجية الوزارية الرامزة إلى توسيع شبكة المخابر قصد مراقبة تطابق السلع والمنتجات مع المعايير العالمية. جاء هذا في إطار زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير اليوم إلى ولاية ميلا. التغطية لسفيان بوعون. أقول ألف مبروك لولاية ميلا على هذا المكسب، مخبر بمعايير جودة ومعايير دولية، وبالتالي سوف يغني ولاية ميلا باش تروح الآن إلى الولايات المجاورة. لابد أن نشتغل سيد المدير العام باش يبدأ هذا المخبر يعني في أكبر سرعة ممكنة. لازم يزيدوا يدعموكم، معليش شوفوا انتظارا ان شاء الله المناقصات درناهم مناقصات وليزيكيب موجدين ان شاء الله عن قريب تنتهي المناقصه، وهنا نشكر السيد الوزير الاول اللي رفع التجميد على هذه المناقصات على 13 مخبر ومن بينهم مخبر ميلا. هذا وأشار كمال رزيق إلى أن حماية المستهلك من بين أكبر المهام التي تقع على عاتق وزارة التجارة، دعا لإشراك هذا المخبر ليكون فصل الصيف دون تسممات غذائية. بالتالي حماية المستهلك هي من بين أكبر المهام التي تقع على عاتق وزارة التجارة، وأنا كما قلت في البليدة وقلت في علابة وقلت في كل ولاية اللي زرتهم دشنت، أتمنى إن شاء الله أن يكون هذا الصيف صيف بتسممات صفر. لذلك احنا نوجه نداء الى اخواننا في كل بلديه من هذه البلديه 32 مكاتب الصحه، قول لهم هاو المخبر مفتوح باش تشتغلوا مع بعض باش نديروا ما يسمى باجراءات احتياطيه احترازيه قبل دخول صيف شهر الصيف.